جديدة ويوم جديد وجولتنا لهالأسبوع، يا ترى من وين رح بتكون؟ خلونا نعرف أكثر مع سليم ونانا. أهلا فيكم بحلقة جديدة من رحلة بمحفظتين. إحنا اليوم في الأندلس في جنوب إسبانيا، وتحديدا في قرطبة اللي كانت في يوم من الأيام حاضرة الدنيا ومقصد الشعراء والأدباء والعلماء من أوروبا ومن سائر العالم الإسلامي. وكانت الأندلس جزء من الجمهورية الرومانية قبل الميلاد، واستوطن فيها الكرتاجيون والقوط الغربيين. وبالقرن الثامن الميلادي خضعت الأندلس ومعظم أجزاء جزيرة إيبيريا لحكم الأمويين في دمشق. اليوم رح نحاول نتبع تاريخ الحضارة العربية في الأندلس ونستعيد أخبارها وحكاياتها وذكرياتها. في كرتين موجودين على الطاولة لسه ما فتحناهم، رح نفتحهم هلأ. لا هاي أنا نهى المكتوب هون، بدك تاخذ اسمي. أوكي ترى أنت ولا أنا؟ أرى أنت. عليكم خلال هذه الرحلة أن تقوموا أيضا بزيارة غرناطة. ستكون الميزانية مشتركة بينكم بقدرها $250. عليكم اقتسامها بالطريقة التي ترونها مناسبة وبالطريقة التي تساعدكم في تحقيق غاية زيارة المدينتين. لا لحظة، يعني مشتركي مع بعض؟ مستحيل. ليه؟ يعني وش نزور مدينتين و250 مع بعض؟ طيب تمام. وكيف رح نعمل هيك؟ بدنا نفكر نفكر بالوقف، نفكر بالميزانية. لك ما انا 250، انا 125، انا 150 وانت 100، قصدي لا انا 125 هو 125، صح؟ صح. مش أكيد. بالضرورة، مش بالضرورة. إذا مثل ما شفنا الاتفاق هو زيارة مدينتين، والمسافة بين غرناطة وقرطبة هي ساعتين. الطريقة الأسرع للتنقل هي بواسطة السيارة، لأنه للأسف ما في قطارات مباشرة بين هالمدينتين. هل يا ترى راح يقدروا سليم ونانا إنهم يتشاركوا بهالميزانية مع بعض ويصرفوها صح؟ طب هي قديش المسافة من قرطبة لغرناطة؟ ما بعرف، خليني أتأكد، بس أظن حوالي 200 كيلو. أوكي، يعني كم ساعة هدول بيطلعوا؟ يمكن شي ساعتين شوي، صح؟ ساعتين بالسيارة، يمكن يمكن أسرع بالقطار. خليني أشوف. شوف. طيب ماشي، حتى لو طلعنا، إذا طلعنا بالقطار رح تشوف قديش حق البطاقة، لأنه نحن معنا 250، أنا 125 وأنت 125. أوكي، القطار ليك مشكلة. إذا الترين رح يكلف أكثر من 50. مشكلة بالوقت بالترين، لأنه كم ساعة؟ يبدو فيش قطار مباشر بين قرطبة وغرناطة، لازم نروح على ملقا ومن ملقا نروح على غرناطة. هذا حياخد تقريبا 4 ساعات بالإضافة لسعره. يعني قديش توقع يطلع سعره؟ فرجيني. بس يمكن لك 50 يورو، خليني أتأكد. أوف، 66 يورو كاتبين، تخيل. إذا أنا بطاقة أو أنت بطاقة، 66 66. كيش أحسن إشي؟ نستأجر سيارة، دور على شركة تكون رخيصة. أوكي. طب والبنزين هني بيعطونا إياه مع بنزين، ولا إحنا نعبي كمان؟ أو بوصلوكي على لندن كمان. أول مرة بيحكي شغلي بتضحك. ضحكت والله. تمام، أنت تحجزها ولا أنا؟ أنا بحجزها. ومنتحاسب بعدين. أوكي. طيب يلا، أي ساعة نلتقى؟ أوكي. أنت تحكي لي. بشوفك الساعة 12:30. أوكي. هيك في عندك فرصة تشوفي البلد. طيب. كمان. بس بأكل الموقع ما راح تكون أنت، يعني أنا بجي عندك، أنت جاي عندي، تمام؟ يلا. تفضلي. انبسط بيومك. حاضر. لكن سليم ونانا قدروا انهم يلاقوا الحل المناسب لصرف الميزانية صح، وهلا صار فيهم يبلشوا اول مشوار هون باكتشاف مدينة قرطبة. رياضة مصارعة الثيران هي من أقدم الرياضات الموجودة بإسبانيا، حتى كانوا بيمارسوها من أكثر من 100 سنة. كيف بتتم المواجهة؟ بتتم المواجهة عن طريق تور
ومصارع وعالم بيشاهدوا كيف بتصير المصارعة بساحة مغلقة. هلأ هي هذا النوع من الرياضة كتير خطر لأنه بكلف حياة المصارع، لأنه خاصة هني ما بكونوا لابسين شيء يحميهم. حتى هاي الرياضة ألهمت كتير من الرسامين مثل الرسام بيكاسو اللي رسم لوحات عن التور. حتى بيحكوا عن هاي الرياضة إنه هي رمز للشخصية الإسبانية، وفعلا يعني حتى أنت بتشوفوا إنه على كل شيء موجود التور. رح فوت لجوا لتعرف على هاي الرياضة أكتر. أنا هلا موجودة بالغرفة، هاي الغرفة فيها أكثر 5 أشخاص مشهورين بالمصارعة، حتى هني كانوا يلعبوا بين المدينة ومدينة، وكانت قرطبة على طول تفوز، مشان هيك لحد الآن قرطبة معروفة بهذا النوع من الرياضة. حتى إذا بتلاحظوا زي المصارع بيكون كتير عليه زخرفات وأشكال، وأحيانا بيكلف لأكثر من 20,000 دولار. هاي الرياضة مو أي تور فينو يلعب، هني بنقوا أكتر تور مصغر يلي بيكون عنده شراسة، يلي هيك بحسوا على طول ملتئم، يلي على طول عصبي، بيربوا طعموا أكلات منيحة، بيربوا على الغالي مثل ما بيقولوا هيك حتى يكبر، بعدين عاد بيصيروا هني يلعبوا معه ويدربوا ليأخذوا على الحلبة ويلعبوا معه. يعني يا نانا ما بعرف ليش كنتي متحمسة كتير لتتعرفي أكتر على هيك نوع من الرياضة، بعرفك ما بتحبي العنف، لهيك رح نتركك هلأ ونروح لعند سليم يلي وصل إلى مكانه المفضل وهو جامع قرطبة ليعرفنا أكتر عنه. أنا الآن في مدخل جامع قرطبة اللي كان في يوم من الأيام غاية العلماء والأدباء من كل أنحاء الأرض. الجامع كان في الأصل معبد وثني وتحول لكنيسة أيام القوط الغربيين، ولما دخل المسلمين للأندلس تم تقسيمه إلى جزئين، جزء ضل كنيسة والجزء الثاني صار جامع. ولما صارت قرطبة عاصمة الأندلس قام الأمير عبد الرحمن بن معاوية أو المعروف بعبد الرحمن الداخل بشراء النصف اللي ضل كنيسة وبناء جامع قرطبة الكبير ليكون أهم معالم عاصمته الجديدة. تصميم جامع قرطبة بيشبه تصميم الجامع الأموي في دمشق، وهذا لأنه عبد الرحمن الأول أو عبد الرحمن الداخل كان مسكون بالحنين لبلاده اللي اضطر يتركها بعد سقوط الدولة الأموية في دمشق وقيام الدولة العباسية، وكان بيحاول أنه يبني شام جديدة في الأندلس. اللون الأبيض والأحمر اللي موجود في لبنات الأقواس اللي بتعلو الأعمدة في جامع قرطبة مستوحى من تصميم مسجد قبة الصخرة في القدس الشريف. على فكرة في أكثر من 800 عمود داخل جامع قرطبة، مشان هيك بيسموه غابة الأعمدة. إذا بهي الرياضة بيموت أكثر من 300,000 تور بالسنة، وحتى المصارعين كمان أحياناً بيموتوا لأنه الزي اللي هني لابسينه ما بيحملهم جسمهم من أي ضربات من قرون تبعوت التور.
هلا في شغله هلا بيقولوا كثير انه اوكي هاي الرياضه هي لتشوف ذكاء الانسان، عالم بيحكوا انه لا هاي خدعه الانسان للحيوان، عالم بيقولوا انه لا انه هاي الشغله انه مشان الانسان يعمل مغامره ويتغلب على الحيوان، بس انه اوكي انه هذا بالنهايه حيوان، انه يمكن الحيوان اصلا يخدعك بسرعته. انا شوي هاي الرياضه ما كثير فهمتها صراحه، بس كثير على بالي كان احضر هيك رياضه لانه حابه اشوفها عن جد وكيف بتصير، بس للاسف باسبانيا في موسم لهي الرياضه بيكون من شهر مارس لشهر اكتوبر. شكله كثير غالي، ما بتوقع انه هذا الشيء اللي عليه ذهب او ما بعرف صراحه اذا مكلف كل هالقد مصاري، بس شوفوا جسم المصارع قديش رفيع ونحيف، قديش لازم يكون رياضي ويتحرك بسرعه صح. انا عندي سؤال الصراحه، انه هدول الجمعيات الرفق بالحيوان وكذا، انه اذا قربت على قطه وكذا يعني بيرفع علينا دعوه، فكيف انت عم تموت تور؟ ما بعرف، ولانه كمان بيحكوا انه في اكثر من 300,000 تور بيموت بالسنه هون باسبانيا، يعني في تناقض شوي صح. كاميرا ما بيعني بصراحة، ما كنت مثل ما تخيلت وقت شفته على الويب سايت، توقعت انه يكون في شغلات اكثر تورجيني انه كيف بدربوا التور، توقعت شوف لي شيء مصارع جوا، توقعت شوف لي شيء تمثال لشيء حيوان كيف كان من قبل وكيف صار، بس بصراحة حلو وخبرة جديدة، شكلي انا فهماني هاي الرياضة بطريقة خاطئة، بس انبسطت خبرة جديدة. هالزيارة كلفت نانا $4، أما سليم بعده ما قرب على الميزانية. ورايا جسر قرطبة على نهر الواد الكبير واللي بناه الرومان قبل أكثر من 2000 سنة، وعاد بناءه السمح بن مالك الخولاني والي عمر بن عبد العزيز على الأندلس. اللي بيزور قرطبة بيلاحظ انه في شبه كبير بينها وبين سوريا من ناحية العمارة ومن ناحية التصميم، يعني مثلا السواقي، تصميم المسجد، تصميم المنازل، وهذا لانه عبد الرحمن الداخل بعد ما اضطر انه يترك دمشق بعد انهيار الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية واجا لأوروبا، كان بيحاول انه يبني وطن جديد، وطن جديد في هذا المكان. عبد الرحمن الداخل بيقول: أيها الراكب الميمم أرضي، ألقي من بعضي السلامة لبعضي، فإن جسمي كما علمت بأرض وفؤادي وساكنيه بأرضي. شفت في حصان كان واقف هناك على الزاوية، فسألت الزلمة اللي واقف معه إذا فيني بس أركب شوي على الحصان أعمل فتلة صغيرة هون بالساحة، فحكى لي إنه هذا الحصان ما حدا بيقرب عليه أبداً. قلت له ليش؟ قال لي هذا الحصان مقدس عنا ومربينه على الغالة وكتير بيعتنوا فيه وممنوع أي حدا يركب عليه. طب قلت له لك ليش واقف هون؟ حكى لي إنه هني بيعملوا عرض للفلامنكو مع الحصان، ففي واحد بيقعد عليه والحصان كمان بيرقص، فهو تقريبا يعني شيء 45 دقيقة بعيد من هون، بس لو معي وقت كنت رحت، بس ما معي وقت. شكل الحصان كتير نظيف أكابر.
يعني يا نانا لو كنتي بتعرفي رقصة فلامينكو كانوا على الأكيد سمحوا لك إنك تقربي عليه، بس أنا برأيي هلأ إنك تكملي جولتك أحسن. ريحة اللوز كتير طيبة. سألتها شو عم تطبخ؟ كانت عم تطبخ لوز مع سكر، يعني مثل اللوز محلى. قالت لي فيك تفوت تجربي. رح فوت جرب. هاي وحدة للكاميرا مان. لا والله جبت لك تنتين ملزقين بعض، تنتين للكاميرا مان تنتين لإله. طيب بس هني كيف بجذبوا السياح؟ انه حاطه هاي التنكي وحاطه سكر وحاطه اللوز وعم يطبخوا قدام العالم. بجنن. بالعودة لعند سليم يلي عم يحاول انه يزور اماكن مهمة كان نفسه يشوفها قبل ما يلتقي بنانا مثل ما اتفقوا على الساعة 12:30. ورائي الآن قصر قرطبة واللي كان في الأصل قلعة قوطية، لكن بعد ما دخل المسلمين للأندلس اتخذوه كمقر إلهم. ولما أسس عبد الرحمن الداخل الدولة الأموية في الأندلس قام بتوسعته وتطويره، قام ببناء السواقي لتحمل الماء من نهر الوادي الكبير للقصر. للأسف صار القصر مقر لمحاكم التفتيش بعد استيلاء الممالك المسيحية على الأندلس. في نفس المكان في نفس القصر تم حبس أبو عبد الله محمد الثاني عشر ملك غرناطة لإجباره على التنازل عن غرناطة. وبالإضافة للي قاله سليم أنه هالقصر كان مقر لجنود نابليون عام 1810، وبعام 1821 صار القصر سجن. لكن بخمسينيات القرن العشرين حولت الحكومة الإسبانية هالقصر ليصير مزار سياحي. هذا هو نصب المحبين ولادة وابن زيدون، واللي تم إنشاؤه سنة 1971 بعد 900 سنة من وفاة ابن زيدون في إشبيلية. لابن زيدون وولادة قصة حب كانت معروفة في الأندلس، لكن للأسف كانت نهايتها الفراق. في روايات كثيرة بتحكي عن أسباب هذا الفراق، لكن الرواية الأرجح كانت هي عزة النفس. ولادة بنت المستكفي كانت بنت خليفة أموي، وابن زيدون كان شاعر وكان وسيم وكان أديب وكان فارس وكان وزير، والشخصين ما قدروش انهم يتجاوزوا عزة النفس هذه مشان يوصلوا لبعض. في روايات تانية بتحكي عن الغيرة، فمثلا ولادة بنت المستكفي بتحكي في واحدة من قصائدها لابن زيدون: لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا لم تهوى جاريتي ولم تتخيري، وتركت غصنا مثمرا بجماله وجنحت للغصن الذي لم يثمره. اضطرت ولادة وابن زيدون يفترقوا لما ابن زيدون هرب من قرطبة لإشبيلية ليصير وزير هناك، ويقال أنهما لم يلتقيا حتى بعد ما استحوذت مملكة إشبيلية على قرطبة. بالعودة لعند نانا يلي شكلها حابة تعمل صداقات جديدة وتتعلم شوية إسباني. Happy birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday. También una sorpresa. Your birthday also. Oh, happy birthday. How to say happy birthday in Spanish? Cumpleaños. Yes. Feliz. Yes. Feliz. Yes. Okay, come. I will forget it after 1 minute. No. Compleanio femini. Feliz. 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 Feliz is happy. Happy. Feliz. Coleman. Cole. Oh no. This is very hard. It's very hard. I will learn. Thank you so much. Have a good day and enjoy your night. Thank you so much.
مع أنه قرطبة كتير مشهورة بالتاريخ الإسلامي تبعها، بس من قبل الإسلام كان موجود الرومان، وبعهد الرومان كانت قرطبة من أحد المدن المفضلة عند الرومان لعدة أسباب. واحد من هدول الأسباب أنه أهل قرطبة كانوا كتير مخلصين للرومان. السبب الثاني أنه طلع منا علماء وفلاسفة. والشغلة الثالثة كمان أنه هن كتير انشهروا بالعمارة الحديثة والبنية التحتية للمدينة. هذا المعبد يلي شايفينه وراي اللي عليه عواميد هو معبد شبيه لمعبد أبولو بروما، وانبنى من عام 100، والمبنى يلي جنبه هو مبنى بلدية قرطبة. أنا اليوم غطيت لكم قرطبة كلها، بتوقع أنه هلأ صار الوقت لروح وشوف سليم لأنه بعت لي اللوكيشن. يلا الله يصبرنا أنه نكون مع سليم كم ساعة لبين ما وصل على غرناطة. طبعاً سليم ما بيروح الوقت على الفاضي، لهيك هو حجز عبكير سيارة لنص يوم بقيمة 42 دولار. طبعاً هذا غير أنه عبى بنزين بقيمة 25 دولار. لا تنسوا يا شباب أنه في شرط توصيل هاي السيارة إلى فرعها بغرناطة. اكيد انبسطتي؟ ما شكلك انبسطتي. لا والله انبسطت. لا شكلك. هلا انا ما مبسوطه لاني طالعه معك. بس انه مبسوطه اني رايحه ازور مدينتين بيوم واحد. منيح والله. لا بمزح والله، يعني مبسوطه كثير و... انا بعرف. وديش احكي لك مبسوطه ما رح اصدق. انا اللي بعرف. جاهز لنشوف غرناطة؟ وين رح تروحي بغرناطة؟ هلا انا اول شغله شفتها انه في هنيك مناظر طبيعيه حلوه وفي جبال وفي كذا، فعبالي كثير ومن زمان. كل الدنيا فيها مناظر طبيعية وجبال. الله يمدها كم ساعة خير. لا لأن أنا كتير عبالي أعمل مغامرة هيك على بالك. وأنت؟ أنا بدي أروح على البيازين. ما متوقع وعلى قصر الحمراء أكيد يعني فشو صح؟ سليم ليش مستعجل؟ لأنه طريق سريع. اطلع سليم اطلع. لا لحظة لك، لف على اليسار. لف على اليسار بعدين اعملوا هيك. كيف اعملوا هيك؟ اطلع 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 سليم اطلع 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 اطلع. حط على الثانية على الثانية سليم على الثانية. سليم حط على الثانية على يلا حط على كبس الدبرياج لتحت. ايوه على الأول. لك انا ريا انا ريا سليم ارجع ارجع ارجع. تاكل؟ لك انت عم تسوق. بتعرفي انه الواحد لما بيعمل شغله ثانيه غير السواقه بيكون كانه سوق تحت تاثير الكحول كحول. طب ليش عم تاكل؟ طلعنا على الجبل. انت اخذت طريق الغلط. احنا اوريدي على الجبل. هي الطريق طريق الجبل. بس انت اخذت طريق الغلط. لا انا بعرف انا كنت مع. انت بتعرف. لا انا كنت يعني مع عبد الرحمن ابن معاوية لما اجا بخيوله الى هذه المدينة. انا كنت معه. انا بعرف. طب فيك تنزلنا على اليمين لو سمحت؟ لا كانت ما فيش حد بينزل على اليمين مع خيول عبد الرحمن ابن معاوية. هلا سليم قديش تقريبا احنا صرفنا على السيارة والبنزين مع بعض؟ يعني يمكن تقريبا يطلعوا 60 دولار او هيك شيء. من 250 فضلنا 190 لكم صح؟ والله شاطر تحسنا بالرياضيات. سلام يا رب شكرا. يعني رح يطلع لنا 90 90 95 95 حسبتني. اوكي 95 95 مسامحك بخمسة. لا انا اوريدي صرفنا خمسة على هذول الاكلات شبناهم. فبيطلع 90 2 وشوي 90 هيسي. هلا ما في داعي نقعد هلا افراطات وكذا، فانا رح اخذ 95.
نحن لساتنا بنص اليوم وسليم ونانا بعد هون بهالطريق الطويل. توصلوا بالسلامة يا شباب. أما هلأ منكون وصلنا إلى نهاية رحلتنا بقرطبة، ورحلة اكتشاف مدينة غرناطة رح نتركها لحلقة الأسبوع المقبل. استنونا لنتعرف أكثر على أسرار هالمدينة.